طيب بما ان احنا بنتكلم بدايه الاسبوع فخلينا نطمن على الاسبوع، خصوصا احنا سامعين ان كانت اشاعات، او يعني خلينا نتاكد بقى من دكتور منار طبعا هل هي اشاعات ولا لا، ان الفتره اللي جايه هتشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، صباح الخير عليك في البدايه. صباح الخير على حضرتك استاذه انا هوند، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك. اهلا بيكي. هل الكلام ده بقى صحيح ولا لا؟ يعني هل احنا من النهارده بنشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره وقد تصل ل 30 درجه وحاجات زي كده، ولا الموضوع مش بهذا يعني الشكل؟ خلينا نقول لا، بالفعل احنا هنشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه. الارتفاعات دي هتبتدي من اليوم، لان هنبدا نتاثر بمصادر كتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه. المناطق دي بتكون مرتفعه بدرجات حرارتها خلال فتره النهار. وجود كمان امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيساعد اكثر على ارتفاع درجات الحراره، وعدم وجود سحب مؤثره على درجات الحراره، فبالتالي في ارتفاع درجات الحراره بحوالي من درجتين الى 5 درجات. ذروه الارتفاعات هتبدا من يوم الثلاث الى يوم الخميس، الوقت ده هو هيكون فيه اعلى درجات حراره هنسجلها على مدار الاسبوع، وهتوصل فيها العظمى على القاهره الكبرى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار. المناطق الجنوبية جنوب الصعيد هتوصل ل 32 و33 درجة مئوية فترة النهار، فهنحس بارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع كله، يمكن إن شاء الله من غدا الاثنين هيكون ملحوظ. يعني كمان احنا بنرتدي ملابس شتوية، فهنحس أكثر بارتفاع درجات الحرارة خاصة فترات النهار وزيادة فترات طلوع أشعة الشمس. والارتفاع ده مكمل معانا لنهاية الأسبوع إن شاء الله، يمكن مع يوم الجمعة تدريجيا تبدأ درجات الحرارة تنخفض وتعود للمعدلات تدريجي. فترات الليل كمان هتكون فيها يعني تحسن في درجات الحراره بشكل كبير، لان احنا بنتكلم في درجات حراره فتره الليل خلال الايام القادمه ما بين 15 و17 درجه فتره الليل. ففترات النهار الاجواء هتكون مائله للحراره على المناطق الشماليه، حاره على المناطق الجنوبيه. خلال فتره الليل هيكون طبعا في فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيوصل ل 10 12 درجه مئويه. الاجواء لفتره الليل هتكون اجواء بارده على اغلب الانحاء، لكن هنا ناكد ان فصل الشتاء ما انتهاش، ما نخففش الملابس او نغير نوعيه الملابس بشكل كبير، لان بعد الارتفاعات هيحصل مره اخرى انخفاضات، وانخفاضات فتره الليل هتكون ملحوظه خلال الايام القادمه ان شاء الله بعد ارتفاعات درجات الحراره. فصل الشتاء هينتهي 20 مارس، فاحنا الى انتهاء فصل الشتاء نحافظ على ارتداء ملابسنا الشتويه فترات النهار، ناخد بالنا جدا من فترات الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر. بالاضافه كمان الظاهره الجويه المؤثره معانا غدا وبعد غدا هو تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مع يوم الاربعاء هيكون في اتشبه عالقه، هي ظاهره جويه زي الشبوره المائيه كده، طبعا مش جبال مطره، لكن هيكون في اتشبه عالقه وعجاج موجود في سماء القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، فناخد بالنا خلال ده على مدار اليوم ولا هيكون في الساعات اللي هي الاولى من الصباح اليوم؟ لا، هيكون خلال فتره النهار، هيكون خلال فتره النهار اتشبه عالقه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. ومع يوم الخميس كمان هتستمر معانا الاتربه العالقه. التحسن في الاحوال الجويه ونبدا تدريجيا نعود للاجواء بقى الشتويه المعتاده لفتره النهار ان شاء الله تدريجيا من يوم الجمعه وبدايات الاسبوع المقبل باذن الله. يعني هو خبر حزين بالنسبه لي بس بس تمام، يعني اسبوع ويعدي ما فيش مشكله. اشكرك جدا دكتور منار غانم. طب والله العظيم يعني خليني اسالكم على حاجه، في فصل الصيف اللي هو 6 شهور مش 3، هل بيبقى فيه يوم كده الشتاء بيجي؟ بنفضل صيف، ليه بقى في الشتاء لازم الصيف يجي؟ مع حاجه مش عادل والله. خلينا